تحدث بصفة عامة على قضية ديال التايكوندو المغربي والقضية ديال المؤسسة ديال الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو، كيفية التعامل ديالها مع كل حركة تقوم بانتقاد واحد يعني ممارسات لا مسؤولة من طرف الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو، إلا ونجد يعني تصدي من طرف الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو. ليس هناك تصدي إيجابي بالنقاش والحوار واستدعاء هؤلاء المنتقدين إلى طاولة الحوار إلى الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو قصد معالجة ما يمكن معالجته، ولكن ما يلجؤون إليه هو قرارات تأديبية، استدعاءات إلى مجالس تأديبية، يعني تفعيل المجلس التأديبي في حق كل من ينتقد يعني الممارسات لا مسؤولة ديال الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو. وأنا أتحدث عن هذا الموضوع بحكم تجربتي الشخصية مع الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو، حيث أنه بعد خروجي مجموعة من الخرجات الإعلامية حول البارا تايكواندو وما يعانيه، وكذلك خروج الأبطال، وكذلك تقديمنا مجموعة من الحقائق الملموسة، إلا أنني تم استدعائي للمجلس التأديبي ولبيت الدعوة بكل احترام للمؤسسة الملكية اللي هي الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو، واستمعت لما قدمه رئيس اللجنة التأديبية حول تصريحاتي الفيسبوكية، حول مجموعة من الأمور اللي أكدت فيها غير مرة أنه لا نتحدث يعني عن هوى، وإنما نتحدث بدلائل. فطلبت من رئيس اللجنة التأديبية أنه واجب التحقيق في كل ما قيل، ماشي التحقيق معي وإنما التحقيق مع المسؤولين الجامعيين، لأن عندي دلائل على ما أقول. هذا من جهة، في حين أنه تم إصدار القرار في شهر نوفمبر، ولكن توصلي بالقرار كان في 2 مارس. هذا فقط من أجل التأكيد أنه توصلي بشكل قانوني بالقرار التأديبي كان في 2 مارس، ولكن أصطدم أن القرار التأديبي يتحدث عن إيقافي أنا عبد النورف الديني بصفتي رئيس جمعية التحدي والإصرار الرياضية لمدة موسمين، ولا يتحدث عن الجمعية أو عن أعضاء الجمعية أو عن الممارسين ديال الجمعية، في حين أصطدم داخل الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو بعدم قبول الملفات ديال المنخرطين من أجل المشاركة ديال اللاعبين المنتمين لجمعية التحدي والإصرار الرياضي. إذا هذا إقصاء ممنهج، هذا حيف تجاه الأبطال ديال التحدي والإصرار. إذا ما عانت جمعية التحدي والإصرار قد عانته مجموعة من الجمعيات الأخرى، وقد تعاني مجموعة من الجمعيات كلما فكرت في انتقاد الوضع المزري للتسيير ديال الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو. إذا هذا الأمر تجاوزناه، لكن ما لا يمكن تجاوزه وتقبله وهو القيام بمراسلات إلى السيد العام لعمالة مكناس، إلى السيد رئيس المنطقة الحضرية بمكناس، إلى السيد رئيس المحققة الإدارية من أجل إيقافاته الجمعية. لماذا كل يعني هذه التحركات تجاه الجمعية؟ إذا كل هذه المحاولات، كل هذه المحاولات باءت بالفشل، لأن يعني السلطة تعرف يعني أمورها وتعرف ما تقوم به داخل مدينة مكناس، ولن تملي الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو عليها ما يجب القيام به. ولكن الأمر من كل هذا وهو أن تجد تلك المراسلات التي بين الجامعة والسيد العامل موجودة في دواليب المحكمة في قضية شخصية اللي كتمس بي أنا كشخص، اللي مسات بي في الكرامة ديالي، في الإعاقة ديالي، في العائلة ديالي. إذا وصول هذه المراسلات التي لا تتجاوز الجامعة والعمالة، في العمالة لن تسرب هذه الوثائق، إذا وصول هذه الوثائق إلى داخل دواليب يعني المحكمة ديال الاستئناف هو أمر لا يجب السكوت عنه، وهو أمر يؤكد بالملموس أن الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو تتخبط في العشوائية والارتجالية والتسيير المختزل في بعض الأشخاص من أجل التحكم بمصالحهم، من أجل عدم المس بمصالحهم. هذا هو هدفهم من تواجدهم بالجامعة الملكية المغربية للتايكواندو،
وأتمنى ألا أكون قد أطلت عليكم في هذا الفيديو المختصر حول قضية التايكواندو المغربي. وما قضية جمعية التحدي والإصرار إلا واحدة من مجموعة من القضايا التي تعاني منها مجموعة من الجمعيات داخل دواليب الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو. فنداؤنا الأخير هو نداء إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل التدخل وإنصاف كل المظلومين.